السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. رغم تعبها، موقف إنساني لدلال عبد العزيز مع سيدة مريضة في المستشفى. كشف الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم عن موقف إنساني للفنانة القديرة دلال عبد العزيز خلال إحدى المرضى معها بالمستشفى رغم حالتها الصحية غير المستقرة. وعاد الرداد نشر التغريدة المدون عبر تويتر يدعى مينا غطاس، إذ نشر صورة برفقة والدته قبل دخول العمليات وكتب عليها: امبارح أمي قبل ما تخش تتجهز عشان العملية بدل ما تدعي لنفسها فضلت تدعي لدلال عبد العزيز. احنا في البيت بنتعامل مع الفنانة دلال عبد العزيز كأنها خالتنا، ربنا يشفي دلال ويكمل شفاء امي. وعلى الفورة رد الرداد على التغريدة خلال خاصية ستوري قائلا: الف سلامة عليها وان شاء الله هتقوم بالسلامة وشكرا جزيلا على الدعوات، ربنا يخليكم لبعض. وفي ذات السياق كشف مصدر من عائلة الفنانة دلال عبد العزيز عن أن حالتها الصحية مستقرة نسبيا ولا زالت لا تعلم أي معلومات عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم، مؤكدا على تكتم الجميع حرصا منهم على سلامتها كي لا تسوء حالتها الصحية. وأكد المصدر أن دلال عبد العزيز قد تم نقلها على جهاز صناعي متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين، وأن ابنتيها إيمي ودنيا بجوارها دائما وبصحبتهما حسن الرداد ورامي رضوان. تامر أمين: مرفت أمين تشعر بالوحدة بعد رحيل رجاء الجداوي ومرض دلال عبد العزيز. أعرب الإعلامي تامر أمين مساء الاثنين عن تمنيه الشفاء العاجل للفنان الكبير دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا منذ أكثر من 30 يوما. وقال أمين خلال تقديم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار: النجمة دلال عبد العزيز ما زالت تعاني وحالتها حرجة وغير مستقرة، يا ريت تدعو لها بالشفاء والرحمة والقوة والتعافي، هي نجمة كبيرة وحبيبة الملايين وصديقتي منذ أكثر من 18 عاما وأعتبرها أختي. وأضاف: هي كانت طول الوقت مع النجمة الكبيرة مرفت أمينة والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، كانوا مثلث الحب الذي لا يفترق، آخر 20 سنة يوميا كانوا مع بعض لحد ما رحلت منذ شهور رجاء الجداوي وتركتهما، كانوا مثالا للصداقة والوفاء والحب والإخلاص ومساعدة الغير طول الوقت. وتابع: كنت بحب أقعد معاهم عشان أخذ منهم جرعة الحب والإيجابية، هذا الثلاثي ياما ساعدوا ناس وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعاء الملايين بأن نرجع دلال بالسلامة لأهلها، وكفاية مصيبة رحل زوجها الفنان الكبير سمير غانم. واختتم: أنا مشفق للغاية على القديرة مرفت أمينة، هي تشعر حاليا بالوحدة بعد رحيل رجال جداوية ومرض دلال عبد العزيز، وأنا بقولها لا تقلقي يا مرفت إن شاء الله ربنا هيرجع لنا دلال بخير وتنور حياتنا. وكان الإعلامي رام رضوان أعلن قبل نحو 10 أيام عبر حسابه موقع فيسبوك سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا. وكشف رضوان يوم الثلاثاء الماضي في برنامجه مساء دي أمسية أن دلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة، حيث أنها في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل. وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن العالمين يوم الخميس 20 مايو، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير. رامي رضوان: دلال عبد العزيز سلبي كورونا ولم نبلغها بوفاة سمير غانم. أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة القديرة دنيا سمير غانم سلبية مسحة الفنانة دلال عبد العزيز، وكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا نشكركم على تقديم العزاء والمساواة، ونعتذر على عدم قدرتنا على الرد لأننا متواجدون طول الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها. وأضاف رامي رضوان: لا أراكم الله مكروه في عزيزة ولا الظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسالة النصية. مفاجأة: صورة تظهر لأول مرة من زفاف سمير غانم ودلال عبد العزيز. من أشهر ثنائي الوسط الفنية واللذان يحبهما الجمهور بشكل كبير، فيديو نادر قارئ كافي تنبؤ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما.
تداول مدونون مغردون في مصر مقطع فيديو نادرا تم تسجيله قبل 40 عاما للفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم خلال استضافتهما في احد البرامج لقراءة كف الفنانين. وقال قارئ الكف للفنان جورج سيدهم في احدى حلقات برنامج اهلا وسهلا انه يجب ان لا ينام حزينا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية، وان كتم غضبه بداخله سيصيبه بالمرض. واصيب جورج بعد ذلك بجلطة جراء حالته نفسية سيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب إلى الخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء. كما أخبر سمير غانم أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنا عظيما، وربط المتابعون بين هذا الكلام وزواجه بالفنانة دلال عبد العزيز وشهرة كل من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن. كما حذره قارئ الكف من السرحان والنسيان وهو ما كشفته زوجته دلال عبد العزيز في حوار لها بأنه كان يسرح وينسى كثيرا. وفي 20 مايو غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر نهز 84 عاما في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ويعد الفنان سمير غانم الذي ولد في منطقة عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط في 15 يناير عام 1937 علامة فارقة في تاريخ الكوميديا المصرية في المسرح والسينما والتلفزيون. عمرو سعد سمير غانم قدم للبشرية مثل مجدي يعقوب وأنقذ الجمهور من الاكتئاب. وصف الفنان عمرو سعد الفنان الراحل سمير غانم بالطبيب بتقديمه للبشرية الكثير من الأعمال مثل التي أنقذت الجمهور من الاكتئاب. وأضاف سعد خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج يحدث في مصر المذوع عبر قناة MBC مصر الخميس أنه مثلما أنقذ الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب الكثير من المرضى، أنقذ سمير غانم بأعماله الكوميدية للجمهور من الإصابة بالاكتئاب، لافتا إلى أن سمير غانم كان راقيا وعظيما. وأشار إلى تعامله مع الفنان الراحل أحمد زكي وجيله كملهمين بالنسبة له وسعيه لمنافسة هذا الجيل لشعوره بالغيرة من جودة العمل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل تم شفاء دلال عبد العزيز من فيروس كورونا؟ وهل علمت بوفاة زوجها سمير غانم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.